Good morning, can you hear me? عبد الرحمن, can you hear me? So if you can hear me and you have a problem, please write me in the chat box. Just write me in the chat box that everything is clear. عبد الرحمن, بليز اديني فيدباك. عبد الرحمن, عبد الرحمن يو كان هير مي. طب اي حد مع عبد الرحمن يدخل بس عشان عايزه ابدا. مورنينج. راحوا فين الناس النهارده؟ شباب, we are about to start. We're about to start. Okay. So let's have a look on our book. أخبار الكويز بتاعنا إيه الأول؟ عملنا إيه في الكويز؟ 17 من 25. يعني تقريبا 18, هي بتبقى approximately. سارة عملنا ايه؟ ليه كده؟ هو انا في حاجه بس عليها وانا فعلا بعمل الامتحان, خليتني اسالي باربع اسئله بس مش لدرجه بقى باقي الاسئله انا كلها. طب وبعدين في الاخر نمرتك؟ انا كملت ثلاث ساعات خمس وقتها وبعتها على طول بس ما حدش رد عليا. فبعدين جيت دوس حاجه تاني راح جايبني بقيه الامتحان اللي هو الريدنج, راح فوت لك الجرامر والاربع اربع اسئله بس. انا بصيت لقيته عمال وانا بسلم كده علامه عليه. انا بصراحه صدمت بس حتى يعني انا حاسه في حاجات كتير انا متاكده منها, مش عارفه هو يعني بيتغير لما في الاسئله ولا ايه في الحاجات بتاعتي, انا مش عارفه ايه اللي حصل. طب وانت يا جنتلمان بتقول ايه اللي حصل؟ ريدنج مش طويل خالص, مفيش اقصر من كده في الريدنج. مفيش فكره هتكمل في اقل من اربع باراجرافس, ريدنج مش طويل خالص. ده انا ما كنتش عندي مشكله في الوقت. بس انا لما اتفضلت صراحه اللي حصل هو ده, ده تكنيكال بروبلم دي. طب وانت؟ يبقى النت عندك بطيئه وانت تعمل نكست بيج بيديك ايرور, يبقى النت وبعدين جبت كام في الاخر؟ 17. لا يبقى ما كانش فيه ايرور ولا حاجه, يعني تلاقيه كان ماشي عادي. اصل 17 يبقى انت حليت كل الاسئله, اكيد في اخطاء مثلا ولا حاجه. طب يعني انتوا تو كومبلين من الامتحان ده وقت ولا صعوبه ولا تكنيكال بروبلمز؟ وقت والريدنج كان فيه ده طبيعي, ده طبيعي في اي ريدنج, ده طبيعي. ولا المعلومه بس عشان بس الريدنج ده انترميديت ليفل, يعني اللي محطوطه الريدنج باسجز ما هياش للادفانسد ستودنتس, ده انترميديت. يعني ده متاخده من الويب سايت الانترميديت اللي هم وسط الادفانسد اللي هو الليفل ده, المفروض يتحط له ادفانسد ستودنتس, فما حطيناش ادفانسد, احنا حطينا الانترميديت. فانا اعتقد الامتحان كان مناسب, بتهيألي لو بس كان يبقى ممكن 10 دقائق زياده في الوقت او حاجه كان يديك فرصه ان انت تقرا اكتر. ساره طبعا انا يعني خساره يعني لان انت طبعا يو ديزيرف اكتر من كده اكيد يعني, بس خلاص هنعوضها ان شاء الله في التي ام اي, هنعوضها في الكويز الثاني. لا 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 دونت تيك ات ذات, لا وبعدين يو دونت ديزيرف, بس حقيقي انا عارفه كويس وعارفاكي كويس يعني, فمش عايزاكي, لا مش عايزاكي تضايقي نفسك كده. احنا ممكن هنتكلم على تي ام اي, ان احنا عندنا لسه تي ام اي, وبعدين دي درجه هتتقسم على اثنين كده. مورنينج. صباح الخير بالليل. ما هي خلاص, ما هي بتظهر لك مره واحده بعد كده خلاص الاتمت بتبقى تتحسب. لا دونت تيك ات بيرسونال, ثانك يو سو ماتش, دونت تيك ات بيرسونال. يعني ما تاخديهاش على اعصابك كده وتاخديها حاجه شخصيه, وانا عمري ما جبت نمره كده. هو طبيعي, اولا بصي انت اللي حصل لك ده تكنيكال بروبلم, انت دوستي زرار خلاكي تعدي كل الاسئله, فاهماني؟
يمكن ما قريتيش مثلا المسج اللي طلعت او حاجه قلت ياس وخلاص اوكي وخلاص، وده معظمنا بيعمل كده بالغلط يعني. فهو عمل لك من كلامك يعني انه عمل لك سكيبنج للجرامر والفوكابري كله. ف انا بسلم لقيته عمل يعني نور لي كده البتاع اللي هو بيبعت كده كام سؤال، فببص عليه كده لقيت ان هو في اربع اسئله بيبقى ده له وده له. اه بس حتى لو انا ما هو انت لو عملك اربع اسئله وكان عندنا اربع اخطاء دي اربع درجات ماشي اربع درجات. مش عارفه انا عن نفسي طبعا انتوا عارفين هي اتس ترايل لسه، والالكترونيك والاي والعامه يعني الاونلاين اسسمنت دي بيبقى فيها ايرورز، ولو ان والله يعني هو يعني ممكن تسالي كالاي تي تقول لهم يعني، وانا عارفه مستواكي وعارفه ان دي مش نمرتك، فانت ممكن تقول لهم انا ايه اللي حصل، انا هل طلع لك ساين قلتي اوكي، اصل لو طلع لك حاجه قلتي انا دوست على اكس كويس ان انا دوست اكس يعني لو دوست اوكي كان مش هيكمل لي الامتحان كله، انا دوست اكس فتشال تمام، فجيت دوست يعني على السنة انا طبعا مش قادره اتخيل قوي لازم اشوف بس خلاص روحي لاستاذ دكتور رحاب وهي تشوف معاكي يمكن تساعدك. ما هو طبعا ممكن ده معناه لازم كنت تروح للاستاذ رحاب، واحنا نبهنا ان الالم اس ده مهم ان انت هتمتحن عن طريق الالم اس. ما هو هيتقسموا على اثنين، هيتقسموا على اثنين يا ساره، هيتقسموا على اثنين اوكي. لو خمس درجات خمس درجات دي اما تبقى ماده تخصصيه فاهماني، لكن دي ماده فرعيه دي اي ال يونت. جنتلمان انت عملت ايه في الكويز؟ احنا ناخد فيدباك كده. ثلاث درجات طب ده كويس. فهو للاسف يعني بس هو معظم الطلبه الصراحه مش بتشتكي غير من ان كان الوقت شويه قليل، لكن الباقي كان كويس. معلش يا ساره انا مش عايزاكي تتضايقي كده، بس روحي الاستاذه رحاب وهي ممكن برضو تفيدك. عبد الرحمن وايمان، ايمان عايز اعرف عملت ايه في الكويز يا ايمان؟ يا ايمان جبت 18 يا دكتور، بس بجد الوقت كان قليل جدا. بس يعني سؤال اعتراضك على الوقت؟ يعني لا، والامتحان فيه يعني اسئله يعني كانت شويه يعني القطعه كانت مضايقاني جدا. لا عشان نفرق بين الكويس قوي والمش كويس قوي والنص نص، لكن انا قصدي سيبك من يعني الامتحان، قول نقول كان كل الاسئله صعبه ولا كان في اسئله تريكي كده بس؟ لا كان في اسئله يعني حلوه. تمام، الوقت هو اللي كان محتاج. انا بس نوتس عشان عايزه عايزه اوصله للدكتور نعم، لان انا فعلا قلت يعني يا دكتور لو كنت كانت فتح مثلا من 4 ل 5 يعني تفتح ساعه، لا ساعه ده هتلاقي اكتر شويه يا ايمان، ساعه ده هتلاقي ان الغش بصي هو حصل غش بنسبه، احنا عارفين ده كويس احنا مش هبلي، هو حصل غش بنسبه من 30 ل 40%، في 30 ل 40% من الطلبه غشوا. غشوا فين؟ انا بقولها لك دي سهله قوي، ده كان بيحلوا وهما مع بعض. فين قولي لي فين يا دكتور معاكم؟ والله كان في اجابات كمان مبعوثه على الجروب. معظمها غلط. طيب فانا بقول لك احنا عملنا موضوع الوقت ده 30 دقيقه عشان ما نخليش الطالب يبقى عنده وقت يغش يعني. لا يا دكتور بس هو كان الوقت محتاج يزيد جدا يعني بجد قليل قوي. يعني انا هخلصها في اخر دقيقتين يعني انا ما لحقتش اراجع، عايزه اراجع مش هعرف اراجع، ممكن يقفل عليا. محدش بيراجع في الاونلاين اسسمنت للاسف يعني، محدش بيلحق خالص، ده دايما يعني ده دايما صعب قوي تراجعي في الاونلاين اكزامز. لكن احنا هنوصل فكره ان هو الامتحان يطول 10 دقائق يعني 25 في نص ساعه كتير. حقيقي وانا معاكي، انا اي دو اجري فور ذس، فاحنا نخليه 40 دقيقه ساعه لتلت يبقى معقول شويه. ان شاء الله احنا هنتكلم عن ثيم ايه النهارده بقى؟ ده مش الكويزز يا ساره، عايزاكي تنسي الكويز وما تزعليش. اوكي عبد الرحمن حامد، انت مش حضرت معايا من 8:30 يا عبد الرحمن؟ لا يا دكتور لسه حاضر دلوقتي، ما حضرتي 10:30 اساسا. عبد الرحمن حامد طيب دي الاخضر ده اللي انا دوست عليه. دوستي عليه ليه ده يا ساره؟ عملت لي بقى ما ده سكيب، ده معناه سكيب، سكيب فوت. ده معناه سكيب. دوست عليه ما خدتش بالي ان في زرار ازرق، ده معناه سكيب، الزرار ده سكيب يعني بصي حتى جامب تو يعني فوت ونط للسؤال اللي بعده.
ممكن نسال الاستاذ رحاب ازاي نتفادى ده او هل في حل اللي حصل ده؟ مشكله انا كنت بستخدم مش اللاب بتاعي او حتى مش الموبايل اللي انا واخده عليه. طب ليه بقى؟ ما احنا نبهنا ادخلوا من اللابتوب بتاعكم، ادخلوا من الحاجه اللي انتوا واخدين عليها ونعرف ان في انترنت كويسه. معلش يا ريتني كنت دخلت من كنت معايا الموبايل لان ما كانش معايا اللاب بتاعي. معايا الموبايل بتاعي اللي انا بستخدمه عادي. معلش ده نصيب ده نصيب ده نصيب. طيب احنا ان شاء الله هنتكلم على تي ام اي لان احنا في ويك 10 ان شاء الله هيبقى فيه تي ام اي وده هيبقى رايتنج، ف هنتكلم عنه بس مش دلوقتي، اما نبدا في تيم 3. كده بتهيألي شويه ناس دخلوا معانا على الزوم اقدر ابدا، انا كنت عايزه ابدا بس ايه بدري. تيم 3 من الحاجات يا ساره بليز جست اوفر جيت اوفر ات، حاولي تجيت اوفر ات. ايه يا شباب خلينا نبدا، حضرتك بتوريه بس فين الجروب اللي كان فيه الاجابات؟ يا قعدت تحل بمجهودك يا حبيبي، مفيش حد حل مجهوده يا ابني، الاجابه بتتبعت فيه. هو بيقول لك الاجابات كلها غلط، يعني انت عايز تاخد الجروب اللي ما بيتبعت عليه اجابات غلط اصلا، لو كانوا هم كانوا نفعوا نفسهم. هو ناقص ثلاث درجات، هو اكيد منه هو. انا هقول لك بعد المحاضره دي اما هتست كده شويه حاجات عنده اعرف هو ناقص ثلاث درجات عشان يعني نمره حلوه، عشان هو اخذ من المعاونين ولا عشان هو اصلا مش حاجه. هو تلاقيه ليه مش طب كويس؟ ثلاث درجات ولا ثلاث درجات من 25؟ لا يعني جايب يعني جايب واحد جايب 22 من 25؟ اه يعني كده هيبقى متقسم على 2 كمان يعني ناقص درجه ونص. انت هتتحسب النهارده كده. هعرف لك دلوقتي امتحان سهل جدا. هو سهل؟ امتحان سهل جدا، امتحان فعلا مستوى اولى اعدادي ثاني اعدادي حقيقي يعني. يمكن الريدنج اللي كانت عايزه شويه وقت كان مش صعب. بس يعني انا كل اعتراضي على الامتحان وبسجل معاك ان انت كنت محتاج 10 دقائق زياده، نعوضهم لك في الكويز الثاني نديك ال 10 دقائق زياده. اه دكتور جايه في الاخر يعني اللي احنا كنا فاكرين ما فيش اصلا، يعني احنا لقينا كل الاسئله كده موجوده ما فيش ريدنج، فقلنا اكيد مش موجوده، ببص لقيتها في الاخر. ايه ده؟ وانا مش قايله لكم 100 مره ان الامتحان فيه جرامر وفوكابولري وريدنج؟ ايوه بس ايوه انا عارفه ان هي فيه بس ما لقيتهاش في الاول، انا متعوده عليها دايما تيجي في الاول. انا بتضايق قوي هنا، معلش ما تعرفوش مني ان الطلبه هنا دايما بيحسسوني انتوا اصلا يا دكتور واحنا مش عارفين وعارفين، انتوا ليه النهار قاعدين على الفيسبوك والانستجرام والنيله السوداء؟ امتحانات الالكترونيك يا حبيبتي مش بتظهر مره واحده، هو هيفتح لك بيج بيج، يعني انت مش هتشوف كل حاجه، فانت بتقول احنا كنا فاهمين مفيش ريدنج، هو طبيعي الريدنج دي هتظهر لك في الاخر مش هتشوف، بس انت بتحضر معايا وعارف كويس قوي ان هيجي لك ريدنج، صح يا ايمان؟ ايوه يا دكتور ما بقول لحضرتك انا عارفه بس انا ما لقيتهاش في الاول، يعني احنا دايما في امتحانات الجامعه في الليفلات اللي فاتت كان اما بنمتحن كانت بتبقى اول واحده في الشنه. هو هتفرق معاكي ايه امتحان الريدنج في الاول ولا في الاخر؟ هتفرق ايه؟ لا هي مصلحه ان هي جت في الاخر ان احنا كنا ننتبه ليها هي اكتر الصراحه. الحمد لله الحمد لله. عموما احنا هنوصل ان شاء الله ان احنا محتاجين وقت ازيد اتليست كده 10 minutes. للي عنده تكنيكال بروبلم في الالم اس، للي عنده اي لخبطه في الالم اس لازم يرجع للاستاذه رحاب عشان تشوف معاه المشكله دي. احنا النهارده هندخل في تيم 3، والتيم 3 ده لطيف جدا لان الفوكابلر اللي فيه هتفيدنا قوي، بتتكلم عن تايم مانجمنت، مانجينج تو بي سكسسفل، ازاي تبقى ناجح في حياتك. سو ذا فوكابلري بوكس، اول فوكابلري بوكس بيج 73 ان تيم 3. كده ماله محول كده ثواني اهو. So another, what's another? حاجة تانية سيبوا تليفوناتكم، جنتلمان يلي جايب 18 ده ولا جايب 17 ولا 23 ولا معقدنا في عيشتنا، ركز بقى معايا عشان أشوف أنت جبتها بالغش ولا لأ، النهاردة تحل جرامر. يا عم من غير ما تحلف أنا هعرف. Another يبقى آخر. Basically جاي من كلمة basic. Basic أوكي أساسي. Basically. So basic في الأساس و basically أساساً. current ما يقول the current event. current يعني حاليا الجاري الاحداث الجاريه الاحداث الحاليه. enough كافي بشكل كافي. increase عكسها yes increase يعني يزيد to increase the ideas to increase the amount of يزيد عكسها decrease يقلل منه. management ما نقول time management اداره. مانجمنت ممكن تبقى مانجمنت حقيقيه مانجمنت اوف ذا كمباني انا بدير الشركه، وممكن اقول انا بعمل تايم مانجمنت بدير وقتي وده
يمكن اللي هنلاقيه النهارده في الفين. miss to miss the lecture يعني تفوت، not to attend، to miss the bus، to miss the lecture، ما تلحقش، didn't catch it. plenty of الكثير من، plenty of الكثير من. previous سابق. prioritize بص بقى كده هبدا اقول ان هو فعلا جايب النمره دي مجهوده. يس تو بوت برايورتي، تنظم الاولويات. يعني برايورتي هتجي لنا في الفوكابلري بوكس اللي جاي هي الاولويه. يعني سي اي ماي فاميلي از ماي برايورتي، يبقى دي اولويتي عيلتي. ماي ورك از ماي برايورتي. طب تو برايورتايز ثينجز يعني تو بوت بقى يور برايورتيز، يعني اول الشغل بعد كده البيت بعد كده بقى، يعني ذيس از برايورتايزنج، يضع اولويات. prioritize يضع الاولويات. resource مصدر. and rest I guess you get you need rest after all these quizzes. راحه rest راحه. يا ساره هو انا اللي قلبت عليك المواجع ولا انت جايه متضايقه؟ لا انت جايه متضايقه بقى، مش ممكن انا اللي قلبت عليك المواجع. طب في مواجع ثانيه ولا الانجليش بس؟ لا هو بس، هو بس. طيب page 76 alternative. دي كلمه بتبقى كويسه جدا برضو ان احنا نتكلم عن وقتنا، وان هي بلان بي، خطه بديله، بديل. alternative بديل. مثلا انا I decided to take an English course but I didn't find a place in the course so I have an alternative. خطه بديله. طيب amount كميه. balance برضو دي موازنه، يوازن. I should balance between my work and family so this is balance. ده لما يبقى noun. your balance is ده يبقى noun، رصيدك. لما يبقى في لغه، ما هي في لغه الصرافه والاموال والترجمه البنكيه بتاعتنا balance يعني حسابك، لكن هنا طبعا verb to balance هنا يوازن، وبما اننا بنتكلم عن تنظيم الوقت وكده فيوازن ما بين مثلا شغله وبيته واسرته. behind نقول you are behind يعني متاخر، late ده لو adjective. ممكن تيجي معنا خلف برضه، the one behind you اللي قاعد خلفك، لكن في السياق بتاعنا يقول لك مثلا make a to do list الحاجات اللي انت لازم تعملها بس don't be behind، ما تبقاش متاخر. equation what's equation؟ معادله. اوكي expect يتوقع. priority اولويه so prioritize يضع الاولويات. priority الاولويه نفسها. reduce يقلل من. refuse yes reject يرفض. relaxation you need relaxation برضه اللي هي استرخاء الverb to relax. to do list ال to do list هي noun يعني هي مش to do list، لا لا هي كلها على بعض اسمها to do list بمعنى قائمة المهام الحاجات اللي انت لازم تعملها. فكلنا لازم عشان تبقى ناجح في حياتك يعني لازم يبقى عندك تو دو ليست. تو دو ليست بقى على الثلاجه لو انت مراه عامله، تو دو ليست على المكتب، تو دو ليست على المرايه، اللي انت تبقى صاحي الصبح بتكتب الاسبوع ده من سي مثلا من السبت للخميس انا عايزه اعمل كذا وكذا وكذا. قائمه المهام. اوكي تو ماي مايند على حد ذهني، على حد تفكيري، في رايي تو ماي مايند اي ثينك ذات. اوكي تيرن ذا بيج ونروح للبيج الثانيه في الفوكابلري. الفوكابلري بتاع الثيم ده لطيف وخفيف. يس بيج 80 ذا فوكابلري بوكس بيج 80 تشينج يور مايند. هل هي مقصوده اغير رايي، اغير عقلي، ولا اغير افكاري، اغير افكاري، اغير وجهه نظري، اغير الراي بتاعي. I'm going to change my mind مثلا and decide to study English مثلا. طيب chat دردشه انفورمال. اوكي الايه بس انفورمال يعني انا مثلا ما ينفعش اقول انا ان ذا ميتنج وي تشاتد، ما ينفعش. ميتنج بقى وشغل وكده هندسكس، هنتكلم بشكل فورمال. تشاتنج از تو توك تو ان انفورمال توك، ان انفورمال توك. مش لازم تكستنج، ممكن في التليفون يبقى تشاتنج برضه. يس كونتينيو يستمر. ايمرجنسي حالة طوارئ. فلات ميت احنا خدنا كلاس ميت وروم ميت
يس زميل السكن اللي بيشارك معاك الفلات. interrupt يقاطع interruption مقاطعة. well, please do not interrupt me while talking ما تقاطعنيش وانا بتكلم. library مكتبة. بس في فرق بين اللايبراري والستيشنري دي مهم ان انت تبقى عارفها. ما ينفعش ان انا if I want to buy pens and books and papers اروح واقول انا رايح لللايبراري. library دي المكتبة اللي بنقرا فيها كتب بنستعير منها كتب. لكن الستيشنري دي المكتبة اللي بشتري منها بقى الايه الكتب والكراسات والاقلام زي سمير وعلي مثلا. سمير وعلي is stationary. لكن the library in the faculty او the library in the university المكتبة اللي في الجامعة هي دي اللايبراري. ring وهنا طبعا this is a verb معناها to make a phone call. screen يعني monitor او شاشة ولكن هنا جاية verb. لو ناخد بالنا screen هنا جاية verb فمعنى to screen يعني to check. I'm going to screen the calls اللي هو هشوف مين اتصل بيا. to screen to check زي ما عمل screening. عارفين الكمبيوتر يقول لك screening. screening يعني بيعمل ايه بيفرز فرز. okay yes. thief and thieves لصوص لص ولصوص. هنا طبعا احنا بنتكلم عن time management فلو ناخد بالنا كده التايتل بتاع الكلمه دي عشان الرايتنج ده مهم قوي في time thieves. هل هنا لصوص الوقت يعني جه سرق الوقت مني؟ لا بالظبط الحاجات اللي بتستنزف الوقت هو بتهيالي حاطط لي صوره كفيله ان انا افهم time thieves الموبايل والانترنت والفيسبوك والتويتر والابتلاء اللي صابنا كلنا ده حتى صاب كبار السن. يعني الواحد بيروح لوالده ووالدته يزورهم يلاقيهم قاعدين على الموبايل حاجه يعني اللي هو ايه هو مين يا ابني الكبير يا ماما سيبي حبيبتي التليفون. سو تايم ثيفز دي حتى مش لصوص ماديه يعني الفكره ان تايم ثيف دي بتنطبق على الحاجات اللي بتسرق الوقت زي الانترنت زي الافلام زي الاغاني and so on. turn off اكيد to switch off يغلق. turn off switch off. نيجي بعد كده لبيج 82 the vocabulary box page 82 absolutely. what's absolutely مطلقا في المطلق. agree and disagree اعتقد you are familiar with these words يتفق مع ويختلف مع agree and disagree. والنهارده هناخد في الجرامر ازاي تقول انا متفق مع شخص وازاي تقول انا متفق ان انا كمان مش موافق او انا كمان موافق. disturb please do not disturb يزعج. disturb يعني يزعج. either what's either ايضا لما اقول me either انا كمان. either do I وانا كمان. I suppose so what's suppose يعني يفترض افترض كذا. I suppose so I suppose that you are مثلا going to take English this year بفترض بتوقع. I suppose interruption مقاطعة. interrupt يقاطع و interruption is the noun اللي هي مقاطعة. neither هي either بس بالنيجاتيف أنا كمان لأ. neither do I neither me أنا كمان مش رايح. ما يقول مثلا I will not attend the lecture neither me neither do I أنا كمان مش هروح. يبقى هي التأييد في النفي. يبقى neither is used للتأييد في النفي وبرضو هنشرحها أكتر في الجرامر. نيجي لبيج أعتقد كده النهاردة ده كده الفوكابولري النهاردة. This is the last vocabulary box for today. قبل ما يدخل في الريدنج المرة الجاية نشوف بقى الجرامر بتاع theme 3. جرامر theme 3 وده من الجرامرز مش تقيلة بس يعني في كتير وهو معتمد برضو ان انت عارف ان انت عارف. okay. This is page 78 بس قبل page 78 نروح للسلايدز بتاعتي عشان نشوف الشرح. أنا ما لحقتش أحل الريدنج ده عبد الرحمن. ماشي يا عبد الرحمن إحنا هنتكلم في موضوع الوقت مع الـ إن شاء الله الكوردينيتور دكتور نعم. لا للأسف. قالوا لي ممكن إنه يتعاد بس في الجامعة مش استحالة هيتعاد تاني ما دام الطالب دخل واتحسب له أتمت. ما يتعاد لو الطالب جاب شهادة مرضي إنه ما دخلش أصلاً وكان عنده ظروف صحية ساعتها ممكن نعمل له محاولة للأسف يعني. لكن استني يمكن نلاقي يطلع قرار تاني. ممكن مثلا بالصعب كمجموعة مثلا تقولوا ايه؟ معلش مع احترامي يا سارة المجموعة تطلع تقول ايه؟ ايه اللي حصل في الامتحان؟ يعني في ناس بتقول الوقت بالنسبة لها ماشي وانا بالنسبة لي مشكلة تقنية في
والله اطلعوا وشوفوا يعني. طبعا انا كسهوله انا يعني مش عارف حضرتك رايك ايه يا كابتن، عملت ايه؟ انا جبت 20. جبت 20، كان معاك الاخوه بيساعدوك في ال... قول والله كده كان معاك الاخوه بيساعدوك في ال... قول والله كده انا ما حدش ساعدك. لا لا ما انا مين، احلف كده بربنا اللي خلقنا كده. لا ما لا بس ايه بيحلفوا والله، والله بيحلفوا، عندهم امانه، عندهم امانه جامده جدا يعني. يعني مش انت مؤمن برضو قول كده و... والله كانش في حد بيساعدك. طيب مش شرط طبعا يكون فينا ناس، بس بص خلينا نتكلم بامانه ان كان في ناس في ناس بتساعدك. لا ماشي، بس انا عارفه ان كان في ناس، مش انا بس، احنا عارفين كلنا ان كان في ناس بتحل مع بعض حل جمالي. اوكي حد هيجيبوا اللابتوبس جنب بعض ويفتحوا مع بعض، ايه الصعب في ده يعني؟ ماشي انا مش بتهمكم انتوا يا شباب، انا بتهم انتوا عارفين كم واحد عندكم بياخد ايه ال 112؟ 348 طالب. طبعا ده مش كتير، ده احنا عندنا في عين شمس اللي بياخد لغه ثانيه الانجليزي 1640 طالب في سنه اولى. اوكي ده بالنسبه لنا 348 طالب، انا ممكن اراقب عليهم اصلا، انا لو جم هنا في مش عارفه هم مكبرين ليه القضيه يعني، انا 348 طالب اراقب عليهم ما عنديش مشكله وما حدش هيغش. اوكي بس اكون مفتشاه قبل ما يدخل لماما معوش موبايل واسيبه بس. اوكي لكن هم هنا بيعتمدوا على ان انت بتمتحن الكتروني عشان مش عايزين التجمع والتجمهر، ان هم ماشيين زي بالظبط ما البريكوشنز بتتقال عالميا، وده للاسف سمح بغش، فاحنا قللنا الوقت خلينا 25 سؤال في 30 دقيقه. انا معاكم ان الوقت كان ضيق. مفيش محاوله يا دكتور 15 درجه، ليه ما يبقاش فيهم محاوله ثاني ان انا ما ينفعش. والله اقعد معايا 5 دقايق اشوف بس. لا 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 ما ينفعش بالظبط، بس هي مذاكره، بس هي صاله مذاكره. انا مذاكره بس انا ستيت اربع اسئله عشان تبص على البروبلم دي، تكنيكال بروبلم. طيب احنا هنتكلم في الوقت، يعني انا هتكلم مع دكتور نعم ان الامتحان كان محتاج وقت بسيط، دي اقدر اكتر حاجه اقدر، اسهل من كده ما نقدرش يعني. انا شايفه ان الامتحان ما كانش ينفع يبقى اسهل من كده، ولا كنا هنروح ليفل اي ال 111 ما كناش عملنا حاجه يعني. اسهل من كده بتهيألي الامتحان ما كانش صعب، الامتحان كانت مشكلته في التقنيات، في التكنيكال بروبلمز، وفي الوقت، فدي اللي احنا نقدر نشتغل عليها. اوكي حابين ان انتوا تتكلموا مع الجامعه ان انتوا تعملوا ترايل ثانيه، بس ما اعتقدش ده هيبقى اوف جريد. يا ريت ما هو اداك فيدباك، ما هو ما انت عرفت انت جبت كام. انا عرفت ده بس لا ما ينفعش اقول لك غلط في ايه، ده اي امتحان اونلاين هو مش ونيسك يعني. ولا مش هيقدر يقول لك دلوقتي يعني بقى دلوقتي ممكن نظبطها ان يقول لك انت صلحت عملت كذا سؤال غلط وكذا سؤال صح. طيب طبعا عليا جدا ان الناس الشاطره زعلانه كده، انا عايز عليا جدا يعني والله العظيم، الناس المجتهده كمان حقيقي. طيب احنا هنروح للسلايدز بتاعتنا، هنشرح اول جزء من الجرامر النهارده، ويمكن الجزئيه دي بيج 78 ان يور بوكس، دي بتعتمد على اما انت عندك سنس اوف لانجويج متأخر شوية ولا تعال عربي اهو. جبت كام في الكويز؟ ما خدتش بالك ان في كويز، ولا ما خدتش بالك انك جبت كام؟ اتفضل حضرتك اقعد جيب شاي قهوة. ما خدتش بالي انا دخلت عملت الكويز ومشيت. لا درجة هتبقى طلعت ان شاء الله. اشتكي ربنا، كلنا عندنا ربنا يا ابني، بشتكيله بشوف هنا حاجات ما بشوفهاش في حته خالص. لا معانا ومتابع، ده انت بتحضر كمان. مش عملت فينش؟ دوست فينش؟ هتطلع لك بعد الفينش. كنت مستعجل شكلك. ان شاء الله تكون جبت نمره. طيب ايوه بس فينش خلاص، ما دام بس فينش يبقى خلاص هتتحسب. طيب احنا الجزئيه دي في الجرامر بيج 78 79 الصراحه هي بتعتمد على سنس اوف لانجوج. طب لو ما عنديش سنس اوف لانجوج اعمل ايه؟ اذاكر بيج 79 وانا هقول لك اذاكرها ازاي. طيب هي بتتكلم على طول على نفس فكره الفيرب باترن اللي احنا خدناها في تيم 1 بتاع ريمايند وريمبر وفورجيت وليرن. لو حد فاكر بنشوف الفيرب اللي بعد الفيرب اللي ما يجي ده بيجي في ال2 بلس الانفينيتيف ولا اي ان جي. بمعنى English language is based on one verb in every sentence. ما ينفعش استخدم فعلين. اما اقول مثلا I want مثلا to read a book، ما ينفعش I want read a book.
ليه؟ لان الفيرب الاولاني want، الفيرب الثاني لازم يجي في المصدر، ما ينفعش يجي في الايه في تنس ثاني. طب مصدر اللغه الانجليزيه الى الفعل يا اما to plus الانفينيتيف، يعني I want to read a book. مش شايف بس الموبايل، نسيبهم بقى يقفوا. يا اما I want to read a book، يا اما يجي في ال ing form زي ما بقول I enjoy watching TV. يبقى انا الفيرب الثاني للجمله اللي هو هيجي في المصدر ليه طريقتين in English، يا اما to plus الانفينيتيف I want to read، يا اما ال ing form I enjoy reading. مين اللي بيحدد انه مصدر هيجي؟ الفيرب الاولاني للكل. يعني لما اقول زي السلايدز دي the student promised to finish the work yesterday، مين اللي خلاني اقول promise to finish مش promise finishing؟ verb promise. يبقى انا لازم احفظ، لو انا I don't trust my sense of language احفظ الverbs اللي بيجي وراها to plus infinitive. زي promise هنا the student promised to finish مش promise finishing the work. I intend، what's intend؟ أنوي. Okay. I intend to write the essay next week. مش intend writing. يبقى verb promise. Verb intend. كل الverbs اللي أنا ملخصها لك في السلايد دي كده بتاخد two plus in infinitive. I refuse مثلا to help. I try to solve. I remember to bring. فاكرين remember to. لو بنتكلم حاجة لسه هتتعمل. I have to get my book. I agree to go out. I decided to study. I hope to see you. I offer to help. I plan to travel. مثلا I seem or it seems to be. I promise to attend. I intend to buy. يبقى كل ده two. These are the verbs that should be followed by two plus infinitive. بقيت الverbs مكملها لك expect، بس بحط لك الobject الأول. I expect you to hand in all assignments. يعني to hand يعني to submit. مش I expect handing. يبقى expect should be followed by two. Books will tell you to get up earlier. يبقى مش will tell you getting up earlier. Will tell you to get. They don't want students to miss lecture. Again, مش they don't want students missing. They don't want to miss. نيجي الverbs النوع الثاني. الverbs اللي should be followed by the ing form. طيب يا دكتور أنا مش عارفهم احفظهم. عارفهم and you trust your sense of language، خلاص ما فيش مشكله ما تحفظهمش، بيجوا بالسنس، هم بيجوا باي سنس. بس في طلبه سنس مش عندها عادي على فكره، لا يلاموا، هم مش مولودين في امريكا يعني. انا هيجي السنس منين ما دام this is not my first language، وانا language دي بالذات يا use or lose، يا تستخدم اللغه يا تفقدها. ف if you don't use the language you will lose the language. If you don't trust your sense احفظ كده. دي الverbs اللي بيجي وراها ing. طبعا في verbs كتيرة جدا، بس اتليست هتحفظ اللي في كتابك على السلايد وبيج 78 and 79 اللي هنحلهم دلوقتي. She suggested meeting at 3 o'clock. يبقى suggest يجي وراها verb in the ing form. My laptop stopped working. يبقى stop يجي وراها ing form. بس هنلاقي ان stop بيجي وراها الاثنين، بس كتابك مش قايلها. بس لمعلوماتك انا كان I say I stopped smoking و I stopped to smoke. الفرق؟ مثلا I stopped to buy. انا توقفت اشتري وهكمل مشوار. بالظبط كده. I stopped to buy. انا كنت ماشي ووقفت عشان اشتري. يبقى I stopped to smoke يبقى ممكن اوقف عشان اخد سيجاره، معنى مختلف. I stopped smoking يبقى توقفت تماما. بس هو كتبنا مديها لك بان stop بيجي وراه ing بس، which is easier يعني. Enjoy. I don't enjoy revising for exams. Enjoy watching. Enjoy revising. Enjoy meeting. يبقى enjoy يجي وراها ال ing form. هكمل لك انا بعض الverbs اللي should be followed by the ing form. Consider. Consider يعني اخد في الاعتبار، افكر. I'm considering او I consider visiting my friend today. Consider visiting مش consider to visit. برضو finish. Finish watching TV. Finish studying مش finish to study. Keep exercising. Keep studying. Keep watching مش keep to exercise ولا keep to study ولا keep to watch. جنتلمان اقفل تليفونك، بلاش تليفونك. اوكي. Begin ممكن يبقى ing form ويمكن ممكن يبقى to plus infinitive، بيقبل الاثنين. طبعا دول مش موجودين في كتابك، ده كان في الكتاب القديم، بس انا حبيت اخليها لك لان begin هيقبل begin to study و begin studying،
prefer I prefer working و prefer to work. الاثنين دول acceptable. لكن اللي انت عليك في كتابك اللي احنا نذكرهم هنروح لـ page 78 and 79 نحل الـ exercises ومن خلال الـ exercises هنشوف هنذاكر فين. This is in your books page 78 and 79 هم على السكرين. أول حاجة خالص هذكرها البوكسز دي الجرين بوكس verb pattern 1 وverb pattern 2 ونيجي نحل مع بعض الاكسرسايزز دلوقتي. Understanding verb plus object plus infinitive sentences exercise number I. Complete each of these sentences in a logical way. Use one of the verbs from this lesson. هنكمل الجمل بطريقة منطقية يعني بحيث ان الجملة يبقى ليها معنى ونستخدم بقى 2 plus an infinitive في الاكسرسايز ده. I gave the lecturer my essay and she promised to mark it quickly. Promise to mark. طيب these books are overdue. What's overdue? Due يعني معدهم جه. Overdue يعني معدهم فات. These books was over are overdue. So I have ايه بقى؟ لازم استخدم verb in the infinitive. نروح كده مثلا ل محمد يحيى. ايوه دكتور. يلا يا محمد تحل معايا نمبر بي. These books are overdue. So I have عايز اقول لازم ارجعهم المكتبه. I have to return them. Very good. I have to return them. يبقى verb have دي الطريقه اللي هذاكر بيها should be followed by 2 plus the infinitive. يبقى مش have returning have to return. Gentlemen, what's your name? ماشي ده انجليوس انت بتحضر معايا وشاطر يعني صح؟ عشان كده جاب 20. تكنيكال بروبلم والله يا ساره ما اقصدش مش ساره يعني بتحضر كتير قوي. يلا انجليوز this problem is so difficult. I tried very good. I tried to ask my friend for help or I tried to solve it but I couldn't. Very good. المهم try to plus the verb. ايمان ماشي. عبد الرحمن thank you. يا ايمان عبد الرحمن برضو حل صح. Want to sleep? ماشي عبد الرحمن بعت لنا الحل الثاني بتاع نمبر دي. I'm so tired. I don't want. لا لا I don't want ما ينفعش to sleep بقى. عايزين نحط حاجة فيها معنى. إيمان بتقولي أنا هنا. طب يا إيمان بعتي لي حل بتاع نمبر دي. I'm so tired. I don't want. إيه بقى؟ عايزين حاجة to make a logical meaning to the sentence. يعني أنا بقول أنا تعبان. I don't want to إيه؟ study. I don't want to go out. ممكن I don't want to study today. I don't want to do the housework. To study طبعا اول حاجه. I don't want to disturb. لا to disturb انت اللي هتزعج لكن to be disturbed. طيب ايمان بقى بعتي لي بقى to ايه؟ السينما. انا شايفه صح؟ انا مش فاهمه نظري كمان ضعيف جدا. طب يا ايمان خلينا نحل نمبر اي احسن. بعتي لي كده I ask my friend for help for help but هنا بقى عايزين نقول مثلا رفض يساعدني but he a to a I asked he didn't want to مثلا excellent but he didn't want to a to help me but he didn't want to help me او but he refused نستخدم verb refuse but he refused to help me. طيب يا سارة I forgot to buy milk but عايز اقول افتكرت ان انا اشتري حاجة تانية مثلا but I remember to get bread مثلا but I remember to buy bread. Very good. So these are the verbs. يبقى واحنا بنذاكر you should look at the verb اللي في الجمل دي زي have زي try زي want زي هنا انت قلت but refuse هنا قلت remember and to know that these verbs should be followed by the infinitive. نيجي لبيج 79 كل البيج دي مليانه verbs. اوكي كل البيج دي بلس ان احنا هنذاكر الverb pattern دي الverb ده كله من الاكسرسايزز مليانه verbs. Page 79 exercise number J identifying a new skill. What's wrong with each sentence below? كل جمله من دول فيها مشكله. Gentlemen, what's your name? يلا مصطفى. Number A I suggest to go to the cinema tonight. السؤال ان الجمله دي فيها غلط. صح مصطفى بيثبت لي ان هو جاب الدرجه دي بمجهوده ما كانش حد بيساعد معاه.
I suggest going to the cinema tonight. بدل I suggest to go تبقى I suggest going. طيب مين معانا هنا في الزوم؟ شاطر يا عبد الرحمن. اللي بعدها أظهر. أظهر انت ظاهر عندنا ولا مش ظاهر؟ يا أظهر نفسي بتوع الزوم دول يكونوا قاعدين في اوضه بس افتح اشوف بيعملوا ايه. يا أظهر عيب والله والله عيب. انتوا بتخلونا نطلع على الطلبه اللي في الحتت الثانيه حاجات وحشه والله العظيم. ليه؟ لان احنا ايدينا مش طايلات كمان. يس wasting. ثانك يو عبد الرحمن. You must stop to waste your time. عبد الرحمن قال لنا you must stop wasting your time. عبد الرحمن النهارده هياخد النمره بتاعه البارتيسيبيشن. You must stop wasting your time. طيب gentlemen, what's your name? يلا يا مروان. Do you enjoy do projects? Doing. Do you enjoy doing? يبقى وانا بذاكر هبص للverbs suggest و stop و enjoy. دول كلهم should be followed by the ing form. نيجي بقى للسؤال K ده سايبها بقى مفتوح. انت اللي هتحدد نحط to plus the infinitive ولا نحط ing. Make sentences with verb plus verb in the ing form. Rewrite the sentence with the ing form or the infinitive with to. انت هنا اللي هتحدد. Number one is done for you. I'm definitely applying to Manchester University. He has decided to apply to Manchester University. He has decided to apply. Decide to. Type number two. I work in the lab for 3 hours every day. I work for the lab in the lab for 3 hours every day. Gentlemen, please. What's your name? Nasser. Okay, she spends a lot. أنا فين؟ I work in the lab. ماشي. She spends a lot of time. إيه بقى؟ To work while working. هي صلاحة تبقى بالحذف. كده يبقى أنت محتاج تحفظهم. Spend لازم يبقى followed by ing. يبقى she spends a lot of time working. She spends a lot of time working. طيب إيمان. أظهر معلش يا دكتور كنت بحاول أفتح المايك بس معلق عندي. خلاص يا أظهر ابعت لي الإجابات إنبوكس. أي حاجة ابعتها لي إنبوكس عشان أحس إن أنت معايا. إيمان خرجت يا حبيبتي خرجت قلبي. حصل لها ديسكونكشن. طب محمد يحيى هو فتح المايك نجيبه بقى. تعالى يا محمد. ماشي. نمبر 3 I don't cycle to college. سايكل يعني أبدل بالعجلة أركب العجلة أقود العجلة. I don't cycle to college anymore. He has stopped. إيه بقى؟ To cycle ولا he has stopped cycling? To cycle. لو he has stopped to cycle يبقى هو وقف شغله عشان يركب العجل. بس هو بيقول I don't cycle to college anymore. خلاص مش هركب العجلة تاني. يبقى he has stopped إيه؟ To cycle. برضو؟ لا. He has stopped cycling. Stop cycling يعني وقف تماماً إن هو يركب العجل. He has stopped cycling. He has stopped cycling to college anymore. طيب gentlemen, what's your name? سيد. اوكي سيد. سيد انت بتحضر برضو معايا وكده صح؟ مرة واحدة بصراحة بأمانة يعني. سيد برضو عمل امتحان وخدش باله من يشوف النمرة. حاجات بسيطة. يلا سيد. Will you check my grammar? Yes, of course. She agreed. ايه كمل. Will you check my grammar? وانتم مش مركزين ولا ايه؟ Will you check my grammar? Yes, of course. She agreed. ايه بقى؟ To check my grammar ولا checking my grammar? To check my grammar. يلا انجليوس. Number 5. Will you study applied math? Maybe. I think about it. He will consider. To? Consider ياخد to? طب راجعها كده. هي studying المفروض. ولا to study? Studying. هنرجع للسلايد وهنلاقي consider من الverbs اللي should be followed by the ing. He will consider studying applied math. يلا يا سارة. I return the book on Monday. She promised to return. احنا بناخد نفس الverb اللي في الجملة. She promised to return the book on Monday. Very good. She promised to return the book on Monday. نيجي للاكسرسايز اللي بعده. يبقى احنا حلينا كل البيج دي بكل الاكسرسايزز بكل الفيربز اللي فيها should be studied by heart. نحفظ what is the verb should be followed by the ing form or the verb should be followed by the 2 plus the infinitive.
يلا read the sentences and look at the bold words. هنبص على الكلمات اللي بالاسود الثقيل ده. Sometimes they are correct. Sometimes there is a mistake. Find the mistakes and correct them. He suggested to study harder at the weekend. فهو راح عامل غلط. Suggested studying مش suggested to study. يبقى انت هتبص للجملة لو هي ما فيهاش غلطة هتقولي correct. لو هي فيها غلطة تصلح المستيك. نبدأ بمصطفى. يلا يا مصطفى. Her tutor advised her to prioritize her work. Prioritizing؟ لا هي صح. Number two صح. Advice two. لا لا ما ممكن تبقى correct. بالضبط. يعني تقول ان هي صح او غلط وتصلح الغلط لو هي غلط. فتبقى advice two. يبقى برضو هنحط advice في الليست بتاعت الverbs اللي should take two plus the infinitive. طيب يلا أظهر. أظهر. عبد الرحمن بعت هو قال لي working. نشوف كده. Very good. أظهر عايزك تعمل معي number four. بس نشوف number three الأول. You should stop to work at the cafe on Saturday. رح عبد الرحمن قال لي stop working. Stop working. قلنا يمتنع أو يتوقف تماما. Number four يا أظهر. The lecturer told us read this article before the next lecture. The lecturer told us read. ها صح ولا غلط؟ لا الصوت مش بعيد عند الكل. صوت كويس. طيب معلش حاول تبعت لي إجابة نمبر فور. ها to does reading. لا to read على طول. Very good. The lecturer told us to read. The lecturer told us to read. طب يلا يا عبد الرحمن. Number five. We started discussing time management yesterday. ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط. ماشي أظهر بعد to read. True. Excellent يا عبد الرحمن. صح. Number five. Correct. Start تاخد وراها ing form. Start should be taken ing form. We start discussing. طب ليجي ناصر. Number six. How much time do you spend search the internet when you are writing an assignment? Searching. Searching. Very good. Spend searching. يبقى spend من الverbs اللي بتاخد ing. Again, لو مش عارفهم مش حافظهم احفظهم. مفيش حاجة عيب. طيب يا سارة. Number seven, he didn't remind his students to revise for the test at the start of the next week. Remind to revise. صح ولا غلط؟ صح كده. Excellent. Correct. Remind لازم يجي وراها to. بالضبط كده. Excellent. طيب number eight, you should refuse doing your brother's homework. Refuse to do. Very good. Refuse to do your brother home. Okay. But page 78 and 79, you should start all study all the verbs. يا إما اللي followed by two plus the infinitive أو ال ing form. نيجي بقى ال page 84 الجرامر بتاعها. Page 84 in your books. والجرامر بتاعها مش سهل يعني هو دايما بيعتمد للأسف الأسيف بيعتمد ان انت عارف على اساس ان الليفل ده ليفل اللي ادفانسد. اوكي اتاكد بس ان انا ايم شيرنج السكرين بتاعتنا. تمام كده المفروض انت فاتح عندك السلايدز بتاعتي اللي احنا هنشرح منها. This is page 84 auxiliary verbs. احب الاول اعرف يعني ايه auxiliary verbs. حد عارف يعني ايه helping verbs؟ ايه دول؟ مين دول؟ افعال مساعده. اوكي Very good. بتيجي مع الفعل. هي دي بالضبط الفكرة. هو طبعا بيعتمد ان انت عارف كل الازمنة. اوكي? فبيقول ان الهيلبينج فيرب ده يا اما بيجي يعمل زمن معين زي اول جملة قدامي على السلايد. He is walking the dog. What tense is this? انا زمن. Present continuous. ده معناه ان هو بيتكلم دلوقتي هو بيعمل ايه? صح ولا لا? ما تناموش. اوكي? خلاص? نمتوا فصلتوا? ده لسه بدري. الله كملناش ساعة. طب نكمل ساعة ونص. طيب
He is walking the dog معناها ان هو حاليا بيمشي الكلب بتاعه. يبقى is walking يبقى verb to be هنا جاي يساعد الverb انه يعمل ال present continuous. طيب نروح للجملة التانية. We were interrupted 5 times. حد يترجمها دي بالعربي؟ اتقطعنا. اتقطعنا very good. يبقى تمت مقاطعتنا. يبقى where the انه verb هو where the verb ايه؟ ايه بقى اللي في الفاست؟ لا مش continuous. Yes, the passive form. فاكرين ما كنا قلنا بالضبط بس في الباست. Past simple. Where the verb to be in the past. فما قول تم مقاطعتنا كذا مرة. We were interrupted. يبقى هنا verb to be. ال helping verb ده جاي بيعمل الباسف. هو بيديني ال verb to be بيعمل ايه؟ ال helping verbs بتعمل ايه؟ يا إما تعمل part of the tense زي is walking. ده إما يعمل الباسيف زي we were interrupted. يا إما يعمل الperfect tense. فاكرين present perfect I haven't finished talking yet. يعني إيه بقى haven't finished talking yet ده؟ إيه التنس ده؟ لسه دايما أصلا بالضبط. يعني أنا بدأت أتكلم ولسه ما خلصتش كلام. So something happened in the past ولغاية دلوقتي مستمر. ده اسمه present perfect. بعمله إزاي؟ تركيبته إزاي؟ has or have plus the verb in the past participle. So again, what's a present perfect tense? Present perfect tense اللي هو has or have plus the verb in the past participle. بستخدمه امتى؟ اما اكون انا مثلا ممكن اقول لك I have been teaching English for 15 years. يبقى انا من 15 سنة ولغاية دلوقتي I'm teaching English. يبقى حاجة بدأت in the past ولغاية دلوقتي مستمرة. يبقى I haven't finished talking yet. يبقى انا بدأت كلامي ولغاية دلوقتي بتكلم. يبقى verb to have the helping verb. جاي يساعد انه يعمل present perfect. طيب we didn't answer his calls. فين ال helping verb هنا؟ didn't. did جاي يعمل النيجاتيف للverb answer. انا اصلا الجمله we answered his calls عايز اقول لا احنا ما ردناش على تليفوناته. so I have to get a helping verb انه يعمل نيجاتيف didn't answer. هنا هو بيقول لي ان ال helping verbs دي بتتواجد في الجمله وما اكون بسال سؤال بسال بنفس ال helping verb. بمعنى he is walking the dog. نعمل سؤال كده is he walking the dog. طب هجاوب yes he is no he isn't. يبقى انا بشوف ال helping verb اللي في الجمله واعمل بيه question او اعمل بيه negation. فلما اقول I am disturbing you انا بزعجك ال verb to be هنا am. فما اجي اعمل negation هقول I am not disturbing you. يبقى انا مش بدخل حاجه على الجمله ال verb to be اللي موجود هو اللي عملت بيه negation. طب اما بعمل بيه question بقول am I disturbing you so this is the way to make a question بستخدم verb to be. بجاوب الverb to be بقول no you aren't. هيلخبطك كتير جدا باللعب بالhelping verbs. الverb اللي بسأل بيه هو الverb اللي بجاوب بيه. اوكي حاجة أخيرة للhelping verbs لازم نبقى عارفينها اللي هي اسمها question tags. حد عارف question tags؟ أخذناهم بتهيألي في المدرسة. tag بالضبط كده اللي هو مش كده اللي هو سؤال التأكيدي. أنا بأكد المعلومة ما أقول they are happy aren't they مش كده برضو. So tag يعني at the end of the sentence. tag أصلاً كلمة tag معناها حاجة في الآخر. حتى في الفيسبوك يقولك عملت لك tag. tag يعني بعد ما الحكاية خلصت رحت حاطط اسمك. يبقى tag هنا at the very end of the sentence. إيه اللي بيحصل؟ It is a question at the end of the sentence. نبص على السلايد بيقول I am not disturbing you. عايز أعمل question tag. هبص فين ال helping verb am. هاخده at the end of the sentence وأعمل بيه سؤال. لو الجملة فيها نفي يبقى سؤالي هيبقى من غير نفي am I. لو الجملة ما فيهاش نفي يبقى الquestion tag بتاعي يبقى فيه نفي زي الجملة اللي تحت he was being disruptive. عايز اعمل question tag يبقى هشوف فين ال helping verb was هاخده بره عشان اعمل بيه question. ما لو هي was عادية تبقى wasn't wasn't he. طب لو هي he wasn't being disruptive تبقى was he. so again question tag is a question at the very end of the sentence. طيب بعمله ازاي؟ ببص للهيلبينج فيرب اللي جوه الجمله بطلع الهيلبينج فيرب وابدا اعمل بيه السؤال في النهايه. لو الجمله فيها افيرماتيف يعني مثبته ما فيهاش نفي السؤال التاج الكويشن تاج يبقى فيه نيجاتيف. لو الجمله فيها نيجاتيف سؤال التاج يبقى فيه افيرماتيف. يبقى الهيلبينج فيربز انا بستخدمها ان انا اعمل كويشن اعمل شورت انسر واعمل كويشن تاج.
تعالوا نحل بيج 84 وناخد بالنا ان هي مش سهله. سيب تليفونك والله انت قاعد في الاول يعني صعب اني اشوفك يعني ممكن ابقى عاميه بقى لو مش شايفاك. شوف الدرجه خلاص انا هقوله منين ويجي لي دلوقتي ليه لسه في امتحانين كمان. والله كنت عرفت ولا اي حد هتقولك هتستنى بقى يعني استنى مثلا بص هقول لك على حاجه ممكن انا ادخل احاول اشوفها لك بس مش دلوقتي. اوكي طيب هنا بيقول احنا في بيج 84 بيج 84 exercise D identifying a new skill. Number one, underline the mistakes with the verbs in the sentences below. Then correct them. الجمل دي فيها mistakes. خلي بالكوا بقى. الجمل دي مش سهلة. ويعني قليل قوي من الطلبة اللي حلوها على طول معايا صح. الجمل دي فيها mistakes. طبعا mistakes هتبقى في helping verbs عشان بس نسهل شوية على نفسنا. فعلوا نبص كده لأول جملة. She has turned the phone off. Isn't she? عايزين نشوف المستيك اللي في الجملة دي. She's turned the phone off. Isn't she? تبقى ايه؟ عبد الرحمن مثلا يبعت لنا. محمد يبعت لنا. الناس اللي قاعدة معايا. Turning. لأ. Excellent. She hasn't. هتبقى hasn't she. Very good يا عبد الرحمن. ايه بقى hasn't دي؟ جات منين hasn't دي؟ احنا عايزين نبص هنا. الهيلبنج فيرب ايه؟ وهل انا عملت question tag بالهلب بالهلب الفيرب الصح ولا لا؟ طيب انا هنا استخدمت isn't. هل ده معناه ان دي is she is turned؟ لو is turned يبقى passive يبقى المفروض تبقى is turning. يبقى دي مش is دي has. she has turned the phone off فبالاجابه هتبقى hasn't she مش isn't she. طيب number b present perfect. كويس يا عبد الرحمن. Does the television disturb you? Yes, it is. تبقى مفروض. Yes, it does. ما احنا اتفقنا. اللي بسأل بي هو اللي بجاوب بي كهلبينج. ممكن برضو نغير بس. هتبقى ايه? Is the telephone disturbing? Is the television disturbing? مش هينفع is و disturb. لازم تخليها بقى present continuous. صح برضو. اوكي. عبد الرحمن جاوب على نمبر سي. استنى نشوف الناس اللي معانا في الكلاس. ويل فيري جود. يو وونت انتربت اجين. وونت يو المفروض تبقى ويل يو. احنا متفقين ان هنا لو في نيجاتيف يبقى الكويشن تاج ما فيهوش نيجاتيف فما ينفعش وونت وونت. وونت طبعا هي ويل نوت. ما ينفعش ويل نوت ويل نوت. طيب ديد يو دو ذا اساينمنت؟ نو اي دونت. نو اي ديدنت. نو اي ديدنت. فيري جود. اكسرسايز اي. اوكي عارفه ان الجرامر كتير شويه في تيم 3 يمكن الفوكابلري بتاعه اسهل بس الجرامر كتير اكسرسايزز كتيره. الايه؟ قربنا نخلص يعني يا دكتور عشان احنا زهقنا ما بقاش. يعني يعني كده من ثلث لنص ساعه. بس احنا بنخلص الكتاب هعمل معاكم رايتر. نمبر اي. Making short answers and question tags. هنا هو بيقول لي Change each sentence to a positive or negative form. يعني الجملة قدامك مثبتة خليها منفية. كل verb. الverb المثبت ينفي والverb النفي خليه مثبت. Number one is done for you. You use your phone in the library, don't you? هو قال إيه? You don't use your phone in the library, do you? هو خلى النفي إثبات والإثبات نفي. تاني. إحنا بنبص للجملة. الverb اللي فيه negative بنخليه affirmative. الفيرب الافيرماتيف اي تشينج ات انتو نيجاتيف. نبدا بمروان. يو وونت بي انويد اف اي واتش تي في ويل يو؟ ايوه يو ويل بي انويد اف اي واتش تي في. وونت يو؟ وونت يو اللي هي ويل نوت. وونت يو؟ يو ويل بي انويد اف اي واتش تي في. وونت يو؟ يلا يا محمد. محمد يحيى معاك يا دكتور. نمبر 3. The lecture has been postponed. Postponed يعني تأجلت. Hasn't it? يبقى the lecture. أيوه. Didn't. لا أنت بتحط نيجاتيف أنت مش بتغير حاجة. عندك has been يبقى hasn't been. Hasn't, hasn't been. Hasn't been postponed. وبعدين hasn't. السؤال هيبقى إيه؟ Has it.
has it, excellent. Has it, يبقى the lecture hasn't been postponed, this is a negative. وبعدين بغير الquestion tag يبقى has it. يلا يا سارة. You found the information on the internet, didn't you? Excellent. Did you? Excellent يا سارة والله. Found is in the past simple tense, فراحت سارة مختارة له helping verb. You didn't find the information on the internet, didn't you? But did you? يلا يا مصطفى. Number five, phones distract you when you are studying. Distract, بتشتت, بتشتتك. When you are studying, don't they? ركز بقى عشان ايه؟ عشان اكون عنك فكرة كويسة. اعمل distract you دي negative. Very good. Phones do not distract you when you are studying. Do they? Phones do not distract you when you are studying. Do they? Gentlemen, ركز كده معانا. Number six بقى. They didn't make good use of their time, did they? بنحول الverb من affirmative لnegative ومن negative لaffirmative. They didn't make good use of their time, did they? لا. احنا في التراوح. يعني انت حتى مش قاعد مركز ومش عايز. They did make good use of their time. Didn't لا. Didn't make. عايزين نعملها affirmative. مش هتبقى they did make بقى. انت هتشيل did خالص وتخلي الverb في الباست عادي. تبقى ايه؟ They made. Didn't make تبقى they made. مش احنا في number four you found. خليناها didn't find. هنا العكس. Didn't make. هو مش عايزة did دي خالص. انا مش محتاجها لان انا مش عايزة negative. وتبقى they made. They made good use of their time. Did they تبقى? Didn't they? They made good use of their time. Didn't they? اخر جزئيه النهارده في الكتاب بتاعنا حقيقي والله بعدها مش هنشرح حاجه في الكتاب جرامر اللي هي tense agreement in short forms. برضو احنا في short form بجاوب بالshort form yes I did no I didn't بستخدم ايه الhelping verbs. هنا بيقول لك طب ازاي تقول لشخص انا موافق معاك in short form انا كمان اللي هي بالظبط انا كمان في الانجليش. فما اقول I agree عايز اقول انا كمان بوافق وانا كمان وانا كمان دي ليها ثلاث طرق. I agree هستخدم الهيلبنج فيرب كاني بسال do you agree فيبقى I do too. يبقى اول طريقه I do too. ثاني طريقه so do I كل ده معناها وانا كمان. Me too. يبقى these are the three ways to show agreement with someone in a short form. واحد بيقول I agree فبقول I do too. I do agree يعني me too او so do I. طب لو واحد بيقول I don't agree انا مش موافق انا كمان عايز أيده يعني انا كمان مش موافق يبقى انا بأيده برضه في الرأي بس في الرأي الايه النفي. فبقول I don't either يعني انا كمان انا ايضا لا I don't either. طب امال neither. Neither لما تتواجد في الجملة ما ينفعش يبقى فيها نيجاتيف يعني ما ينفعش اقول neither don't I ما هي neither هي not فبقول neither do I أو me neither. يبقى while studying this slide تبقى فاهم إحنا بنقول إيه دي إيه بتقول إيه إزاي بتعمل agreement in a short form عن طريق برضو الـ helping verbs. قلت I agree يا إما هقول إيه I do too أو so do I أو me too. طب I don't agree وعايز أيدك أنت كمان في الرد هقول neither do I أو I don't either أو me either. بدل me either. Me either ممكن اقول هنا ممكن فوق برضو me either. اوكي انا كمان. طيب يبقى this is the way to agree in a short tense form. كده احنا خلصنا نص الثيم بتاع 3 اللي هو انت هتلاقيها لو بصينا كده نعمل share screen للناس اللي معانا على ال انا عايزة بس اروح على القلم اس عشان الناس اللي على القلم اس مش عارفة فين يا دكتور ال انت دلوقتي على الام اس المفروض انت عندك ادي ثيم 1 ادي باراجراف رايتنج التو برزنتيشنز دول بيقول لك هاو تو رايت ا بادي باراجراف
ادي الكتاب بتاعك. دخلنا في اول تايب في الاسي اكسبوزيتوري اسي، بعد كده عامل لك سامبل واحد كاتب اكسبوزيتوري اسي، بص عليها وشوف. هتلاقي بعد كده عندك ثيم 2 بارت 1 ثيم 2 بارت 2، كل ده دكتور فاطمه المليجي اللي مكتوب عليه دكتور فاطمه المليجي. طبعا عايز تدخل على اي دكاتره تانيين مش مشكله، لو لقيت الموضوع مفيد ادخل عليهم اكيد هتلاقيه. طبعا ثيم 2 بارت 1 ثيم 2 بارت 2 سنتنس ستراكشر ترانزيشنز argument تبقى اسي، ده اللي شرحناه المره اللي فاتت. الريفيجن على ثيم 1 و 2 دي هتفيدك برضو في الفاينل، انا عاملاها لك. ثيم 3 بارت 1 دي اللي احنا خلصناها النهارده، ثيم 3 بارت 2 دي الجزئيه الجايه. هنتكلم على امتحان الرايتنج يا عبد الرحمن حار. ودلوقتي هنشوف الارجيومنت تبقى اسي سامبل. قولوا لي بقى ايه السؤال؟ مكتوب تحت. طب بصي كده يا ساره، بصي كده يا ساره، طب بصي يا ساره، بصي يا حبيبتي، لا بصي هنا اهو. لا انا بقول عندي انا ازاي مش مكتوب تحت بتاعتي؟ مش مكتوب مثلا دكتور فاطمه المليجي، يعني في سام سيم 1 بارت 1 وسيم 2 بارت، يعني 2 مثلا كده مكتوبه مرتين، بس انا مش عارفه انهي بتاعتي حواليها. يعني اللي هتفتح لك دي بتاعتي ولا الاثنين بيفتحوا لك؟ لا الاثنين، في منهم مرتين، يعني في واحده بتاعتي اللي هنا اللي شرحنا منهم في الكلاس تبقى بتاعتي. معلش انا مش بحب احط العنوان دكتور فاطمه المليجي، انا مش مدرس الكيمياء يعني فاهمه، مش بحب احط العنوان دكتوره فاطمه تيم 1 فاهمه يعني، بس ممكن احطه لكم كده بس هتفهم غلط فاهمه. بس فانا بكتفي ان هو بيقول not available unless you belong to a group in دكتور فاطمه المليجي. ليه؟ لان انا بعمل restrict access، يعني الطلبه بتاعتي بس هي اللي تشوف فايلاتي فاهماني، فهتلاقيه عندك يعني. طيب احنا النهارده هنشوف سامبل. سامبل يعني ايه؟ يعني واحد كاتب ارجيومنتيف اسي. هو ايه الاحزام دي؟ الاحزام دي ان احنا عندنا تي ام اي، عشان عبد الرحمن برضو عايز يعرف بيبعت لي اهو. لا 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 قول اسال سؤالك، ايه تي ام اي هيبقى امتى؟ ان شاء الله احنا شوف احنا في ويك، احنا في ويك 7 والتي ام اي بتاعنا باذن الله هيبقى في ويك 10. هاكد عليكم طبعا الاسبوع الجاي، لان احنا عايزين ال 98 و99 الجروبس اللي هي الليفلز اللي قبلكم تبدا في ويك 9 واحنا نبقى في ويك 10، فان شاء الله نكست ويك هاكد عليكم في خلال من 3 اسابيع لاسبوعين. طيب يعني حضر نفسك في خلال اسبوعين بدل ما تقول اتفاجئني. اوكي، هو اصلا هيبقى ايه؟ هيبقى رايتنج بس هيبقى معاه سؤال اديتنج. يعني ايه؟ يعني هجيب لك باسج كده فيها مثلا جرامر ايرور بونكتويشن ايرور، وهبقى احط لك خط تحت الايرور واقول لك صلح الباسج دي. ده سؤال، وده سؤال سهل يعني، ده هيكون سؤال سهل. السؤال الثاني هيبقى رايتنج، وده اللي ايه؟ الصعب. ده هيبقى لسه مش عارفين، اخلص معلومه معلومه عشان بس بلاش انترابشن. السؤال بيبقى عباره عن تو توبكس، موضوعين، وهتختار منهم وان توبك تكتب عليه اسي. هاو ماني باراجرافز؟ 5 باراجرافز. لازم تحدد الاول التايب بتاع الاسي بتاعتك. احنا شرحنا الاكسبوزيت في الاسي اللي هو المقال العرضي اللي بيتعرض للموضوع من غير اي اراء، وخدنا سامبل هاو دو ستودنتس سبند فري تايم، واي از كمبيوتر امبورتنت فور يونيفرستي ستودنت، هاو تو ليف وذاوت ستريس ناو دايز. يبقى كل دي توبكس بتقول الموضوع وبنتعرض للموضوع من غير اراء. المره اللي فاتت شرحنا الارجيومنتيف اسي وقلنا ده المقال الجدلي، هنا بقى طبيعه الموضوع هتختلف، لازم الموضوع يبقى فيه ناس مؤيده وناس معارضه. والنهارده هنشوف سامبل على واحد كاتب ارجيومنتيف اسي عن الانترنت، ان في ناس شايفه الانترنت خلت الحياه سهله وناس شايفاها صعبه. طيب انا امتحاني هيكون في الجامعه ولا لا؟ ده اللي احنا لسه ما خدناش بيه كونفرميشن من الاداره. احنا عايزينه في الجامعه وعايزينه بين اند بيبر، مش عايزينه على الكمبيوتر. بس نظرا للبريكوشنز والكورونا اللي مش عارفه بتجيلنا عن طريق الورقه يعني، فالامتحان هم مش عايزينه بين اند بيبر. طب احنا ليه عايزينه بين اند بيبر؟ ليه يا ترى؟ لا اسرع في التصحيح، انا اسهل اصلح على السكرين عشان الكوبي بيست اللي الطالب بيعمل، عشان الطالب يدخل على جوجل مثلا انا عايزك تكتب عن ادفانتجز وديس ادفانتجز اوف انترنت، يقوم داخل على جوجل وكاتب، عشان احنا مش عايزين الطلبه تغش. طب تصدقوا بالله انا لو انتوا هتغشوا وانا مش هعرف افيسكم ما عنديش مشكله، بس انا ملزمه ان انا الورقه بتاعتك
بتتحط على حاجه اسمها تيرنت ان. التيرنت ان ده ما بيفهمش، هو انت عامل كوبي بيست هيقوم عليه ملي بالاحمر كميه الحاجات اللي منقوله للطالب ويكتب لي تحت برسنتج الطالب ده ناقل بالظبط. وده التيرنت ان ناقل بنسبه 60%، الطالب ده ناقل بنسبه 70%. القانون بيقول ان الطالب لو تجاوز ال 50% يسقط زيرو. لا من جوجل كمان، من حاجه تسالني انا على التيرنت ان. طب وانت بقى يبقى اجيبك من زمايلك، ما هو زمايلك جايبين منين؟ طب خلاص هي هي يعني هجيبك انت ناقل، ده مش كلامك يعني فاهم. انا عايز اقول لك السنه اللي فاتت كان نفس الباراجراف بيتعدى قدامي هو هو، ما هم هو واحد نقل وكله نقل منه خلاص. 111 وال 112 السنه اللي فاتت كنت بدرس الاثنين اوكي. فهي الفكره انا سبت شويه بدل ما انا كنت يعني كنت فعلا حد عارفه لو غيرتي مش هيعرف الترنت ان يجيبها لان الترنت ان ما بيفهمش. بس الحاجات اللي ما تغيريهاش هو هيشوفها على طول هيقول استراك. بس فانا بس بقول لكم ليه، عشان بيصعب عليا الطلبه اللي بتبقى كاتبه يا دكتور انا كتبت مثلا ونقصت، انا بقى انا هبت بال 16 درجه يعني كان بيبقى مثلا جايب 18 من 20 مخليه جاب 2، واحد الكريتيريزم بتاعه 98% يعني بتاع كلها نقلها اديله نمر على ايه؟ احنا بنحاول انه يبقى بالم بيبر وفي الجامعه بنحاول يبقى عن طريق ان انت تيجي واعمله لك مثلا على اسبوعين، نص امتحن الاسبوع ده ونص امتحن الاسبوع الجاي. طبعا دي مش هتبقى ناجحه لان كله هيجي الاسبوع اللي بعد الجاي، ف بس هتبقى بتايمنج اعمله على ساعتين، اول ساعه نص ثاني ساعه نص يعني لسه مش عارفين هنعمله ايه، بس يا ريت ناخد موافقه انه يبقى بالم بيبر. لو بالم بيبر ده هيبقى اسهل لك عشان احنا بنبقى هارش جدا في تصحيح الالكترونيك، بيبقى صعب صعب يعني. طيب كان بين اند بيبر كان بقى عن طريق النت، اما نيجي ان شاء الله هنقول لك هو هيبقى عباره عن سؤال اديتنج باسج كده فيها ميستيكس انا عامله لك عليها اندرلاين اقول لك صلحها، سواء بانكتويشن حط فول ستوب حط كويستشن مارك صلح التنس ده هنا التنس غلط، وهيبقى تو توبكس وتختار منهم موضوع وتكتب عنه موضوع. واحنا المره اللي فاتت شرحنا الارجيومنتاتيف اسي، النهارده هفكرك بيه تاني المقال الجدلي. انا شايفه ان التايب ده من التايبس السهله انك تكتب فيها. الارجيومنتاتيف اسي از ا توبيك ويتش از اباوت ان ارجيومنت، جدال نقاش، يبقى لازم التوبيك يحتمل ارجيومنت، لازم التوبيك يتقسم لناس مؤيده وناس معارضه. هاو ماني باراجرافز يو ار جوينج تو رايت في اي اسي؟ 5 باراجرافز، انترودكشن و3 بودي باراجرافز وكونكلوجن. الانترودكشن بتبدا بحاجه اسمها جنرال ستيتمنت، يعني كلام عام في المطلق، او ديفينيشن اوف ذا توبيك ديفاين، قولي هتتكلم عن ايه. طب نشوف كده الاسئله اللي قدامنا دي. التوبيك بيقول انترنت، some people believe that internet is useful and good, other people believe that internet is not useful and it has many disadvantages. يبقى لازم يتكلم عن التو سايدز. بدا بالجنرال انفورميشن زي the internet is a global computer network that links several billion devices worldwide. The definition بيعرف ايه هي الانترنت. It consists of millions of private, public, academic, business and government websites linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. يبقى مربوطه بيعني برضه بيعرف ايه هي الانترنت، حاجة فيها ويب سايتس اكاديميك وبزنس وجوفرمنت مربوطة بنتوركينج. The internet carries an extensive range of information resources and services. يعني بتحمل information كتيرة وسيرفيسز كتيرة. كل ده ما دخلش في التوبيك. كل ده general information. No computer or laptop has internet, however it causes a lot of argument. لغاية هنا وقف. آخر جملة في الانترودكشن دي عليها 5 نمر من 20. أنا بقول أهو بس انتوا مش بتركزوا في الهلوله، كل واحد مش معايا اساسا. ليه؟ عشان انا نقصت كده 5 من 20 من اولها، ده مش افتراء والله، بس انا قلت ان انت لازم الانترودكشن بتاعتك يبقى فيها حاجه اسمها thesis statement. يعني ايه thesis statement؟ اخر جمله في الانترودكشن اللي بتقول انت هتتكلم عن ايه في الاسي دي. يبقى it should represent ان انت هتتكلم عن فريقين، فريق معيد وفريق معارض. نشوف كده الجمله اللي بالرد. The supporters of the internet strongly support it because of its multiple facilities, while others are against it for being dangerous. يبقى هنا هو اتكلم عن supporters و
والناس اللي against. بدا يدخل لبادي باراجراف نمبر 1. الارجيومنت تبقى سي اسهل حاجه تعمل لها اورجانيزيشن. بادي باراجراف 1 الناس اللي مؤيده, بادي باراجراف 2 الناس اللي معارضه, بادي باراجراف 3 انت رايك ايه, انت فين, مؤيد ولا معارض ولا بين البينين, وبعدين كونكلوجن. هو هيبدا ببادي باراجراف 1. People with using the internet claim that it becomes very important nowadays. The topic sentence, يعني بدأ الparagraph بتاعي أنا هتكلم عن إيه في الparagraph ده, الناس اللي بتقول الإنترنت useful. بصوا بقى هو كل ده بحسب عليه, بصوا بيقسم أفكاره إزاي. First, بيستخدم linking words. There are updated programs for people in different countries to communicate. For example, Skype and other chat programs do not mainly make people chat overseas, but they can also see each other as if in the same room. Second, كل ده انا هحاسبك عليه, عايزه افكارك تبقى مرتبه في كل فرد. First for example, second for example. Second, احنا هنا people can use the internet to enjoy their time anywhere and anytime. In the 21st century you can watch any movie you like or listen to any song you admire. People don't need to go to cinema or buy the best singer's album. They can do so indoors and without exerting effort or money. So, the internet helps people save their time, money, and energy. Finally, the internet has a great benefit to scholars in الناس اللي بتدرس في الجامعة, everywhere. Instead of going to libraries and buy books, and instead of having difficulty in finding the information needed, scholars are privileged in the 21st century by having thousands and thousands of articles and researches available in all fields. All what they need is a click on the keyboard. يبقى هنا هو جمع الأفكار الناس اللي مؤيدة. مؤيدة ليه؟ عشان مفيد الإنترنت في العلم, مفيدة في الكوميونيكيشن, مفيدة في الإنترتينمنت. هيروح للفكرة الثانية للفريق الثاني, يبقى بادي باراجراف 2 الناحية اللي ضد. On the other hand, people against using the internet ask, what about its dangers? They believe that it exposes people everywhere to many risks, مخاطر كتير. No one is safe as long as you are using the internet. يدي example. Hackers can attack your personal data saved on your computer like pictures, personal information, and work documents. They even threat some people by putting their personal pictures on certain websites. Moreover, كل ده عليه ممل ان انت تربط افكارك بlinking words. First, second, in addition, moreover, on one hand, on the other hand, young children who are not watched by their parents are exposed to serious dangers. For instance, كأنها for example بالضبط, they can chat with strangers and give them important information about themselves and their families. They can also see inappropriate videos without knowledge of their parents. In addition, the برضو linking word. Some argue that it causes many cases of plagiarism. إيه plagiarism دي اللي بعض الطلبة بتعملها, السرقة العلمية. فدي برضو disadvantages للكمبيوتر والإنترنت. Scholars, in order not to exert effort, لا قدر الله, they copy and paste the articles on the internet and say that they are theirs. On the long run, this will negatively affect the academic life in general. مفروض ان الباراجراف الثالث يبقى رايك انت بقى نعمل ايه, نستخدم الانترنت لكن بحذر, الاطفال ما تستخدمش الانترنت مثلا, او البيرنتس تعمل رقابه على الاطفال. يعني انت يو هاف ان ذا ثيرد باراجراف تو ريبريزنت يور اون بيرسونال بوينت اوف فيو. يبقى بادي باراجراف 1 فور ذا سبورترز, بادي باراجراف 2 فور ذا بيبل هو ار اجينست, اند بادي باراجراف 3 ريبريزنتينج يور اون بوينت اوف فيو. كونكلوجن, ريستيت, سامرايز, ادفايس. ريستيت يور ثيسيس ستيتمنت, قول ثاني إن في فريقين معترض على الإنترنت. بصوا هو عمل إيه. In conclusion, the internet, like any invention, has its advantages and disadvantages. It makes life easier, but it also exposes many people to illegal and dangerous things. هنا هو بيعمل summarize. However, people must benefit from its advantages and avoid its disadvantages. في الآخر يدي advice. This will happen by putting strict rules to organize its usage. So this is a sample on an argumentative essay. انت على LMS هتلاقي شرح الاكسبوزيتوري اسي وسامبل, يعني واحد كاتب اكسبوزيتوري اسي كمثال, شرح الارجيومنتيف اسي وسامبل, واحد كاتب ارجيومنتيف اسي كمثال.
بلس ان هتلاقي برزنتيشن اسمها سنتنس ستراكشر، دي اللي بتعالج الاستراكشر الايررز اللي انا برضو مش عايزه ان انت تعملها في الاسي، جرامر ورانونز وفراجمنتس. اوكي اني كويستشنز قبل ما اخد الاتندنس؟ اكيد هتدخل على الارجيومنتيف اسي، هو كان في حد مفروض يبقى كاتب النهارده، لو ما لحقتش تكتب النهارده هدخلك دلوقتي حالا كده. اوكي اكستند سيشن بقى ثواني كده، هو بس بيسال هو في شايف هعلمك بس عليها مش هفتحها. اهي شايف ارجيومنتيف اسي دكتور فاطمه دي، هتدخل عليها اخر سلايد فيها ثلاثة توبكس، لو حابب تكتب ارجيومنت تبقى سي اختار توبك من دول وهتقولي المره الجايه ونصلحه مع بعض. نفس الكلام هتلاقي اكسبوزيتوري اسي اهي، وفيها في اخر سلايد دي اخر سلايد هتلاقي فيها ثلاثة توبكس اكتب عليها واحد وهتقولي. ناخد الاتندنس، الناس اللي على معايا على زوم صح كده عشان ناخد الاتندنس بتاعها. ناصر امير ماشي يا ناصر، نديك البارتيسيبيشن بقى. عبد العزيز أباظة، عبد الرحمن محمد احمد محمد محمد علي، ايمان عادل، ايمان اهي تمام يا ايمان. لا ده عبد الرحمن ده ولا ايمان؟ ايمان. ايه عصام، مهرة قيل، عبد الرحمن نصر، يو كان ليف اللي سمع اسمه ممكن يمشي. ابانوب رامي، انجليوس تمام يا انجليوس واخد الاتند والبارتيسيبيشن وكله تمام. اياد علي، رهف سلومي، رنيم مهند، ازهر محمد، ازهر معايا بس عنده مشكله في المايك. عبد الرحمن حامد، عبد الرحمن معانا طبعا واخد البارتيسيبيشن مارك، عفوا نجدي، نجدي عبد الله، سعيد سعيد، جنى احمد، همس محمود، رباب سيد، جاسر عبد الحافظ، الاء فوزي، عبد الرحمن متولي، لا انا عندي عبد الرحمن، عبد الرحمن متولي لا، ساره ابراهيم طبعا ساره واخده بارتيسيبيشن وكله تمام يا ساره. دعاء سامي، مصطفى محمد عبد الوهاب، اوكي انا ليه بقى بحط عند عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الوهاب انت اهو. عبد الرحمن محمد باهي، اه دكتور تمام يا عبد الرحمن. يو كان ليف، الناس اللي سمعت اسمها ممكن تمشي. مفيد فتحي، مينا القوس، مروان علي، يو كان ليف يا مروان واخد البارتيسيبيشن وكله تمام. سراج الدين، محمد يحيى فتحي، احمد تمام طيب، واحمد عبد الناصر. اوكي سي يو نيكست ويك ان شاء الله. واتس يور نيم جنتلمان؟ سيد فين يا سيد؟ طيب برضه مسجلين من تحت، شفت مسجل من تحت؟ انا مش مسجل، هو انت اللي متسجل يا سيد؟ سيد فتحي ماشي سلام. اوكي. فعلا دي مش كنت مسجل متاخر. نعم. سلامي صار. انا مسجل متاخر التالي. طب اعمل ايه؟ احنا اول اسبوعين مش بنحسبه. تمام مفيش مشكله. عايزك تشوفي لي معلش الدرجه. الايه؟ الدرجه عايز اعمل كده. لا انا مش هقدر دلوقتي اشوف الصراحه. ممكن تروح بقى يا اما استاذه رحابي يا اما استاذه ضحى. انا حاضر كم مره عبد الرحمن عملت اندي. عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن محمد باهي ولا مرة يا عبد الرحمن. تمام يا دكتور انا حاضر كل المحاضرات. ما انا قلت اهو انت مش غايب ولا مرة. تمام يلا معلش بس هو يعني انا كذا مرة اخش واخد اخش واحل انا تمام وتدي البونص لحد تاني. انت عبد الله، انا مش هدي فويس لحد تاني ما تخافش. مش انت عبد الرحمن محمد باهي احمد علي؟ ايوه
انا بدي عبد الرحمن حامد قصدك يعني؟ ايوه وانا اللي كنت بحله. طيب انا اديتك عامه البونص دلوقتي ماشي. تمام شكرا يا عبد الرحمن. شكرا دكتور.